الحقيقة هذه السياسة الانفجار في العراق بهذه القواعد السياسية الثلاثة، السنية والكردية والشيعية. اليوم لولا تشظي الموقف الكردي بين البارتي واليكتي لما كان القرار الكردي مصادر في بغداد. هذه النتائج التقاطعات السياسية بين الأخوة في السليمانية وفي أربيل انعكست بالسلب على المواطن الكردي البسيط الذي يحتاج على قوت يومه وقوت راتبه. أنا أعتقد أن كل التوافقات السياسية التي سرى عليها التوافق في العراق كلها كانت تحج إلى أربيل في وقت الشدة لغرض إنقاذ العملية السياسية، وكيف جرت في 2010 وكيف جرت 2014 وفي 2006 وخاصة 2021 بعد انسداد السياسي وبعد أن انخرط ائتلاف إنقاذ وطن بين تقدم والديمقراطي وسماع السيد مقتدى الصدر، كيف هرول الجميع إلى قلعة أربيل وثم تفاوضوا مع فخامة الرئيس مسعود برزاني، وكانت هناك شروط، الشروط وافق عليها الاتحاد الوطني الكردستاني، وكان السيد محمد الشياع السوداني كان واضحا وجريئا صارح كل القوى السياسية أنه مقبل على حل قضية الكرد مع المركز مهما كلف الثمن، وأنا أثق بهكذا شخصيا. صندوق إيداع أموال بيع النفط من إقليم كردستان لدى شركة سوما وافقت إقليم كردستان، حساب جاري باسم سومو باسم البنك المركزي العراقي وافق الإقليم. لكن المشكلة التي تولدت ما هي؟ التي تولدت أنه من 25/3/2023 إلى هذا اليوم لم يخرج برميل نفط واحد إلى خارج العراق من إقليم كردستان. عوض إقليم كردستان يومياً نفطه الذي يصدر إلى الخارج ب 85,000 برميل للإنتاج المحلي إلى بغداد والمحافظات الشمالية الأخرى. طيب. فهذا يعني ليس بيد الإقليم أنه النفط، قرار دولي من محكمة دولية قامته المحكمة الاتحادية وأوقف التصدير النفط. فالمشكلة وين؟ المشكلة أنه الإقليم حصته ثابتة في الميزانية 12.62، أي ما يعادل تريليون و376 مليار دينار عراقي. هذه باكج كامل لكل نفقات الإقليم، التقاعد، شبكة الحماية، البيش مرقة، الموظفين كلها. الذي جرى، أنا أسأل السيد الطيب سامي وأسأل كل الحكومة الاتحادية، وسمعنا ما قاله الناطق باسم الحكومة، يقول أن حكومة إقليم كردستان، دعني أكمل الفكرة رجعاً، تفضل. إن إقليم كردستان استلم ثلاثة مرات أكثر من استحقاقه. لماذا تعطون إقليم كردستان أكثر من استحقاقه؟ لماذا، أنا أسأل هنا هذا السؤال، لماذا تعطوه أكثر من استحقاقه؟ لماذا لم تعطوه فقط استحقاقه؟ إذا كنتم تعطون الإقليم 8 تريليون فمتبقي له 8 تريليون، لأن حصة الكلية من 12.62 16 تريليون و800 مليار. فأنتم انطيتوا 8 تريليونات على شنو؟ انطيتوا هي يعني شنو؟ سواء العيون الديمقراطي أو للإكراد أو المن. فهذه طيب. هذه تخبطات في الأسئلة. فأنا أعتقد هذه تخبطات لا يمكن الخروج بها في ظل أزمة سياسية خانقة. هناك مشاكل العراق يعني اليوم، خذ مثلا، يعني أنا أسأل سؤال هنا وأنت تجيبني، أنا لم أعلم، هل البطاقة التموينية والحصة التموينية اليوم توزع في إقليم كردستان؟ بس هذا أسأل، أنا ما سأل الأخوة في الإقليم، هل توزع مثل ما توزع في الوسط والجنوب؟ إذا كانت الحصة التموينية توزع على المواطنين في إقليم كردستان، فهذا الناتج الوحيد الذي يستفاد منه المواطن العراقي في كل العراق، مادة حصة تموينية يستفاد طيب. منها المواطن العراقي، تعتبر جزء من قوته اليومي، وكان طيب. كل المواطنين يريدون